السلام عليكم يا أطفال، رح نحكي اليوم عن موضوع بهمنا كثير. هالموضوع بتعلق بمرض ممكن يصيبنا لا سمح الله، ولازم نعرف الأسباب والأعراض وكيف نقي حالنا منه. علي ونور رح يخبرونا عنه. مرحبا يا حلوين، رح نحكي عن مرض السكري، وهو مرض ممكن يصيب الصغار والكبار، يلي هو زيادة نسبة السكر في الدم. يا ترى شو أسبابه يا علي؟ تعال خبرنا. أسباب مرض السكري: السمنة المفرطة، عوامل وراثية، يعني حدا بالعائلة مصاب بهذا المرض، عدم ممارسة الرياضة، نمط الأكل غير الصحي وتناول وجبات سريعة بكثرة، الجلوس الطويل خلف الألعاب الإلكترونية. وأعراض هذا المرض شو هي يا نور؟ ممكن يصيبنا جفاف وظهور رائحة كريهة في الفم، كثرة التبول، كثرة شرب الماء، اضطرابات بالبصر، فقدان الوزن مع زيادة الشهية في الأكل. علي، خبرنا عن أساليب الوقاية من هذا المرض. الوقاية من هذا المرض عن طريق لعب التمارين الرياضية، لها دور كثير كبير للوقاية من مرض السكري، خصوصا بعد وجبات الطعام. تغيير نمط المعيشة وتقليل ساعات مشاهدة التلفاز واللعب بالألعاب الإلكترونية. الأكل الصحي المتوازن. مع السلامة.